وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال المستشار وليد حمزة إن الهدف من توقيع البروتوكول هو الحصول على قاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية، ويسهل عليهم الدخول والخروج من اللجان، لافتا إلى أن الوزارة ستوفر طريقة برايل في عملية التصويت للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في العملية الانتخابية. احنا في ثلاثتنا بنوقع بروتوكول شايفينه مهمتنا الاساسيه ومسؤوليتنا الاساسيه كجهات حكوميه تدعم العمليه الانتخابيه بكل قوه وكفاءه وشفافيه، عشان نقدر نوسع اكبر قدر ممكن من القاعده الانتخابيه. حق التصويت وحق الانتخاب مكفول للجميع بما يشمل الاشخاص ذوي الاعاقه دون اي تمييز ضدهم، وهذا ما يتفق مع الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. البروتوكول بيمثل ان شاء الله أحد الأدوار اللي المفروض الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بيها بشأن مساعدة ذوي الهمم، وبإذن الله لازم يعرفوا أنه لهم حقوق تصويتية ودستورية يقوموا بيها إن شاء الله على أكمل وجه. إحنا النهاردة بنهتم جدا بالتمكين السياسي والحق السياسي، فالحقيقة أنا سعيدة جدا إن إحنا هذا البروتوكول سوف يعمل على هذا التمكين في من خلال الفترة القادمة في الانتخابات الرئاسية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وغرفة العمليات اللي هتقوم بيها في المجلس، وأكيد بمتابعة عملية الانتخابات بإذن الله.